الامور شكلها حلو في الاول، هاديه كده ومفرحه، وطول ما التحكيم بتاعنا حلو وماشي بشكل كويس تحس ان كل الناس هاديه، لا حد بيتضايق ولا حد بيتنرفز ولا حد بيتعصب، ولا انتوا حتى تقولوا اصل الاعلامي عمل ولا المحلل قال ولا كل حاجه. لما بتبقى الملعب حلو كل حاجه بتبقى كويسه، وده اكيد يا كابتن محمد دلاله ان انتوا كنتوا الفتره اللي فاتت دي شغالين بشكل كويس. صدقني يا كابتن كريم كان الشغل مش هقول قوي، لا كان شغل في منتهى القوه. اشتغلنا الفتره اللي فاتت شغل كبير جدا مع الحكام، من معسكرات واجتماعات وتوعيه وكل حاجه. صحيح. ودايما ربنا بيقول لك وقول اعملوا فسيرى لعملكم رسول المؤمنين. صحيح. فنتيجه الشغل الحمد لله البدايه مبشره. أيوة. لكن لازم نقول ان الدوري 34 اسبوع. الاستمراريه مهمه. مش اسبوع واحد ولا اثنين، لا. طبعا. فده بيدينا دفعه ان شاء الله اللي احنا كل اسبوع نزيد عن اللي بعده. ممتاز. وهكذا. ممتاز. ويمكن كمان بدايه قويه النهارده لدوري المحترفين الممتاز بن. ماتشين اتلعبوا اداء فوق الممتاز. صحيح. يعني ابراهيم محجوب في مباراه السكه الحديد ولافينا رائع. مبروك نبيل في حرس الحدود وابو قير رائع. اتفرج على بكره وبعده. وجوه جديدة جدا إضافة للتحكيم المصري. حلو، هي دي بقى اللي أنا جاي لك فيها. أنا واحدة من أكتر الحاجات اللي معجب بيها وقلتها هنا في البرنامج موضوع التصنيف اللي حصل للحكام. عجبني الفكرة، معرفش الفكرة دي جت إزاي أو اتكلمتوا فيها إزاي، بس فكرة إنك تشتغل مع عدد معين من حكام الدرجة الأولى وتشتغل مع الحكام اللي تحت بشكل كويس، ويبدأ يبقى في منافسة إنك تحافظ على مستواك عشان تفضل معايا في حكام الدرجة الأولى أو الحكام التصنيف الأول عشان ما تنزلش تحت، واللي تحت يجتهد ويشتغل عشان يطلع فوق. حلوة الفكرة دي. خلينا نقول برضو ندي كل واحد حقه. هي فكرة مستر بريرا لما جه كان هيل. هو صاحب فكرة التصنيف، هايل، عرضها علينا كلنا بالكامل وافقنا عليها. كان في بعض يعني القلائل الأعداد، مثلا الأعداد قليلة شوية ممكن نزودها، لكن هو كان صاحب هذه الفكرة. صح. والتصنيف ده هيبان مداه مش دلوقتي. وبرضه خليني أقول لك في نفس الوقت أكيد في ناس مظلومة 100%، بس الظلم مش احنا اللي ظلمناهم. أنت لما تيجي تقول مثلا 50 حكم، أكيد اللي بعد الـ50 هيحس إن هو مظلوم. صح. فالقصة يعني ممكن تكون فيها صعوبة في الأول. صح. لكن بعد كده الدنيا هتمشي. طيب يعني عشان هم نفسهم هم سامعين دلوقتي، وانا اكيد عارف ان هم كلهم كانوا زعلانين اللي ما اتحطوش طبيعي في التصنيف الاول، زي بالظبط لعيب الكوره اللي بيبقى اساسي غير اللي قاعد على الدكه، او يعني مثلا اللي في الفرقه الاولى غير اللي بيلعب مع لا الشباب. احنا ممكن نشبهها في المنتخب. فيتوريا بالظبط بياخد كام لعيب؟ صح. هتاخد 30 لعيب. هتاخد طب بقيه اللعيبه اللي في الدوري الممتاز في 100 زعلانين، في 100 على الاقل زعلانين. يعني زعلانين ان هم حقهم يكونوا في المنتخب. صح. فانا برضو بلتمس ليهم العذر برضو ان في برضو بعض الحكام وبعض المساعدين كانوا متواجدين بقوه من فترات في الدوري الممتاز. هي. وده ممكن تلاقي برضو ان دايما اي نظام بيبقى فيه برضو يعني مش هنقول بعض الامور اللي ممكن ما ترضيش البعض الاخر. انت لو قررت يا كابتن فاروق وانت راجل دلوقتي بتدير في اللجنه، لو قررت ترضي كل الناس مستحيل تنجح، صح ولا انا كلامي غلط؟ استحاله طبعا. مستحيل. استحاله. غصب عنك مش هينفع ارضي كل الناس. وبعدين بقى بنخش برضو حته في مصر دايما العاطفه. انت من الصعيد وده من بحري، طب اديني من هنا واحد، طب ليه ما يروحش ده؟ طبعا ده مش هيمشي مع ما, 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 ما تبقى عايز تطوير. صح. خلينا نتكلم بمنتهى الامانه. صح. انت ممكن تمشي مثلا، يعني انا على المستوى الشخصي اقول لك في 5 مساعدين المفروض يكونوا موجودين. صح. 5 حكام او 6 حكام يكونوا موجودين. ممتاز. لكن مش هتقدر تاخد الاعداد دي كلها. طبعا لازم تركز على مجموعه معينه، مثلا في القسم الاول زي انت قلت بالظبط تصنيف. ناس في دوري المحترفين، ناس في القسم الثاني الممتاز به. ناس في القسم الثالث. صح. وتعمل منافسه بقى، عشان انا ملعب في القسم الاول واخطا ويبقى عندي خطا واثنين وثلاثه، مش هفضل طول العمر في القسم الاول، هنزل بالظبط زي الانديه بالظبط. اقلق بقى. فتعمل ما بين أركز. الحكام منافسه. صح. وصراع اللي بيتنافس على الصعود واللي بيحاول ما ينزلش. صح. ويثبت وجوده. صح. فده اللي ان شاء الله هيكون موجود السنه الجايه. فده هيبقى نتيجته طبعا ان معظم الحكام، مش معظم الحكام، المفروض كل الحكام نازلين المباريات كلها مركزين 100%، مش اللي هو يقول لك مثلا انا هخطا يعني هيعمل ايه مثلا، هيعاقبني ماتشين ما العبهمش، هتعدي وهلعب تاني. لا هتعدي وتلعب تاني، لكن مع الخطا مره واثنين وثلاثه هتيجي اخر الموسم ما عندكش نقط، هتلاقي نفسك تحت خلاص. ايوه.